إذن مشاهدينا، فقرتنا الإخبارية متواصلة. نتجه بكم مباشرة إلى قصر المعارض صنوبر البحري، ومباشرة من المعرض الوطني للإنتاج الوطني ينضم إلينا هشام زروقي. صباح الخير هشام. صباح الخير زميلتي فيروز، صباح الخير للسادة المشاهدين. إذن نتواجد حاليا بقصر المعارض صنوبر البحري، أين تقام طبعة 31 لمعرض الإنتاج الجزائري. هذه الطبعة التي جاءت تحت شعار المؤسسة المنتجة أساس النمو والتطور الاقتصادي، تشهد مشاركة عديد المؤسسات الجزائرية التي جاءت وحضرت إلى هذا المعرض للتعريف بنفسها والتعريف بمنتوجاتها المقدمة. نتواجد حاليا في ساحة قصر المعارض، أين تعرض مؤسسة الجيش الوطني التابعة لوزارة الدفاع منتجاتها المتمثلة في سيارات وآليات خاصة بها. لتعرف حول هذه الآليات نتقرب من السيد المقدم عبد الهادي لطفي، ممثل مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت. صباح الخير سيد. صباح النور، مرحبا بك. نتواجد الآن في الجناح الخاص بوزارة الدفاع الوطني، أين نرى شاحنات وآليات تقوم مؤسستكم بإنتاجها؟ أولا نعطيك نبذة عن المؤسسة نتاعنا. مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، مختصة في تصميم تطوير إنتاج تسويق وكذلك ضمان خدمات ما بعد البيع لكل من الشاحنات، العربة المقطورة ونصف المقطورة، المركبات النفعية، مركبات متعددة الخدمات، الحافلات، وكذلك المركبات المختصة في نقل الأفراد. المؤسسة نتاعنا تسوق المنتجات تحت علامتين، علامة مرسيدس وعلامة SMV. الهدف تاع المؤسسة نتاعنا من المشاركة في طبعة 31 لمعرض الإنتاج الوطني هي تعريف الجمهور بمنتجاتها الجديدة. أمامنا الآن نشاهد سيارة إسعاف تابعة يعني يتم إنتاجها على مستوى مؤسستكم، أعطينا ربما نبدأ حول هذه الشاحنة. هذه سيارة إسعاف مجهزة بكل وسائل الإسعاف كما راكم تشوفوا هنا، شوفوا فيها سرير ربما خاص بالإسعافات، فيها كل ما يحتاجه المسعف لإسعاف هذا المنتج. نروحوا المنتوج الثاني اللي هو عيادة أسنان متنقلة. نعم. تفضل. ننتقل الآن إلى شاحنة أخرى وهي عيادة خاصة بربما علاج الأسنان. هكذا. هذا المنتج هذا موجه خصوصا لمناطق ذل القرى والمداشر والمناطق اللي ما فيهاش طبيب أسنان، يعني أوليو باش المريض يتنقل إلى المدينة ولا المنطقة الحضرية باش يدير موعد ويعاود يرجع، هنا يقدر طبيب أسنان هو اللي يتنقل للمريض، وفيها كل ما يحتاجه طبيب الأسنان، فيها كرسي، فيها جميع ما يحتاجه طبيب أسنان لعلاج المريض. هذه الشاحنة المتمثلة في عيادة ربما هي متوفرة كذلك للخواص يعني أو العيادات الخاصة بإمكانها اقتناء. هنا المنتجات تاعنا كامل موجهة لجميع أنواع الزبائن سواء مؤسسات أو خواص، ما كان حتى مشكلة. نتعرف على سيارة أخرى، منتج آخر وهو ربما مخصص للشخصيات، لنقل الشخصيات الخاصة يتم صناعته كذلك من طرف المؤسسة التابعة لوزارة الدفاع الوطني. هذه عربة خاصة بنقل الأفراد أو الشخصيات المهمة، متكونة من 6 مقاعد مريحة، يعني متوفرة على جميع وسائل الراحة كما راك تشوف. المقاعد راهي مريحة، كاين شاشة تلفاز، كاين مبرد، وكاين مرحاض خلفي. يعني هذه التجهيزات الخاصة بهذه الشاحنة يتم تصنيعها هنا محليا بالجزائر؟ طبعا هذه مخدومة هنا محليا في تيارت. أكيد أنه نسبة الإدماج مرتفعة جدا على مستوى المؤسسة. طبعا طبعا طبعا، لاميناجمو انتيريور مخدوم هنا. هي تضاهي نفس مواصفات الشاحنات العالمية المصنوعة في دول أخرى. هاي قدام كيف تشوف النوعية تاع التجهيزات. نوعية جيدة. نتعرف على شاحنة أخرى، شاحنة هي مخصصة ربما للتخييم كذلك. عندنا شاحن تخييم، عندنا شاحنة ثانية عربة تخييم، عربة أيضا لبيع المأكولات السريعة. تقدم أكثر ربما لرؤيتها، هي الآن
على جانبنا. نعم. نخلي النقيب تلمساني مصطفى هو اللي يكمل. تفضل معي سيد نقيب تلمساني مصطفى. أنت ممثل المؤسسة العسكرية لصناعة السيارات بتيارت. نعم، النقيب تلمساني مصطفى ممثل مؤسسة تطوير صناعة السيارات. في هذه الطبعة 31 من معرض الإنتاج الجزائري نقوم بعرض منتجات جديدة، وذلك لتقديم خدمات جديدة للمواطن الجزائري. هنالك عربات تقديم وجبات الغذاء، وكذلك عربات تخييم لتشجيع السياحة في الجزائر. ايضا هنالك عربات جديده. هذه السيارات هي يعني متوفره حاليا بالنسبه للاشخاص اللي ربما يشاهدوا فينا حاليا ويحبوا ربما يقتنيوا هذه الشاحنه؟ بالطبع، هذه السيارات الجديده بشكل عام هي موجهه للعام والخاص، ويمكن اقتنائها وتقديم طلبيات في اي وقت، ويمكن للزبائن تقرب لشركة سويق الخاصة بمؤسستنا. تحضر أمامنا الآن سيارة جديدة، وهي سيارة من نوع مرسيدس كلاس جي، ربما في فئتها الجديدة. هذه السيارة تعودنا على رؤيتها كثيرا في طرقاتنا في شوارع، ربما هذا النوع هو جديد خاص بهذه السنة الجديدة، لو تحدثنا عنه أكثر سيد. هذا النوع هو سيارة كلاس جي كات كات، فيها محرك جديد من نوع أوام 656 الذي يقدم 249 حصان كطاقة، وكذلك عزم دوران متمثل فيه 600 نيوتن متر. هناك اختلافات ما يخص الشكل الخارجي كالأضواء، وكذلك ارتفاع السيارة، كما أن هناك تغييرات داخلية فيما يخص المقود أو الكراسي. شكرا لك سيدي. إذن كانت هذه جولة صغيرة في جناح المؤسسة العسكرية الرائدة في الصناعات الثقيلة والخفيفة، هي اليوم كذلك رائدة في صناعة السيارات وكذلك الشاحنات. شكرا جزيلا لك موفد شروق نيوز إلى قصر المعارض هشام الزروقي، شكرا على هذا العرض.